شباب مصر هو أمل مصر، عشان أنتم الشباب اللي تقدروا بفضل الله سبحانه وتعالى تغيروا الواقع إلى واقع أفضل بالجهد والإصرار والصبر. المؤتمر الوطني للشباب المنارة سبتمبر 2019 تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. تنطلق فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في دورته الثامنة السبت المقبل، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة. وأعلنت إدارة المؤتمر الوطني للشباب إعادة تفعيل مبادرة اسأل الرئيس ضمن فعاليات المؤتمر، حرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار التواصل والحوار مع جميع أطياف الشعب المصري بطرح التساؤلات المختلفة من خلال الموقع المخصص للمبادرة. ويشارك بالمؤتمر 1600 من شباب البرنامج الرئاسي والجامعات والسياسيين والعاملين في المشروعات القومية، وأيضا شباب رجال الأعمال. جلسة اسأل الرئيس، الشباب يسأل والرئيس يجيب عن كل التساؤلات التي تشغل الشباب المصري بدون خطوط حمراء. شارك بسؤالك على www.askthepresident.net. المؤتمر الوطني للشباب المنارة سبتمبر 2019 تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.